اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، وارزقنا يا كريم باسمك الأعظم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام على منابر الجنة وأرائكها يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون، واختم لنا بالسعادة يا رب العالمين، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام خواتمها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم اصرفنا عما يلهينا عنك وعن لقائك يا رب العالمين، واستعملنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين. أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم لا تجعلهم لنا فتنة، واجعلهم لنا زينة، واجمعنا بهم في جنات النعيم، وآبائنا والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لكل من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه يا رب العالمين. يا رب اجعل جائزتنا في هذا اللقاء وقد اجتمعنا في بيتك يا رب نادنا من السماء، يا رب اجعل نداءنا الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.